حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الأمم المتحدة تقول حريق الحديدة ضرب لملايين الجياع باليمن. رغم الحرب الكتاب اليمني يسجل حضورا لافتا في القاهرة. ومن أخبارنا المنوعة، شركات صينية تمنح موظفاتها إجازة البحث عن زوج. أهلا بكم. التقرير والصور التي نشرتها صحيفة الأيام تظهر الحال الذي وصلت إليه صنعاء، حيث تعنون الصحيفة الموت البضاعة الرائجة لجماعة الحوثي في مناطق سيطرتها. وتقول الصحيفة على امتداد عدد من شوارع صنعاء عاصمة سلطة الانقلاب الحوثية تنتشر لافتات عملاقة لمآسي تسطرها الجماعة للمجتمع اليمني بمختلف اتجاهاته ومكوناته، فمنذ انقلابها عملت على إدخال الأسى والحزن إلى كل بيت يمني. تقول الأيام أينما يولي المرء وجهه في صنعاء يشاهد لوحات كبيرة لصور قادة عسكريين كانوا في وقت من الأوقات ضمن هيكل المؤسسة العسكرية اليمنية، أو لقادة من الجماعة في الوقت الذي تخفي فيه صور رموز فيها. كل زاوية في صنعاء القديمة تحكي عن انتهاك صارخ للإنقلابيين وتعد على الحرمات وتجاوزها لكل القيم والأعراف والقوانين والمواثيق. آلاف من القتلى تنتشر صورهم وأسماؤهم في كل جدران المدينة، تطلق عليهم الجماعة شهداء وتدون أسفل كل صورة اسم القتيل والمنطقة التي ينتمي إليها والمكان الذي قتل فيه. ويحتفل الإنقلابيون هذه الأيام بما يسمونه أسبوع الشهيد في محاولة لإشعال روح الحماس في أنصارهم لاستقطاب المزيد لمحارق الموت تحت ذريعة الدفاع عن الأرض. رغم انقضاء 40 يوما على اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والإدارة الحوثية، إلا أن الواقع على الأرض ما زال دون تغيير في بلد يتحسس بصيص الأمل لوقف الحرب. وعنوان موقع مأرب بريس 40 يوما على اتفاق ستوكهولم، ما الذي تغير على الأرض؟ وقال الموقع متحدثا عن اتفاق الحديدة الذي قضى بانسحاب الطرفين إلى مواقع محددة خارج حدود المدينة وفتح الطرقات والمعابر خلال 21 يوما، لكن بعد 40 يوما لا يزال كل طرف في الموقع والمدينة مغلقة بالحواجز التي تضاعفت. والأبرز من ذلك فإن كاميرت عاجزة حتى اللحظة عن تحقيق أي اختراق على مستوى تنفيذ الاتفاق، بل تدهورت العلاقة بينه وبين الحوثيين، حيث رفض الأخيرون حضور الاجتماعات التي يعقدها للجنة المشتركة من الطرفين. التطور الأبرز وفقا للموقع احتجاز الحوثيين لكاميرت وفريقه في الحديدة لساعات الأربعاء قبل الماضي، ثم تعرض موكبه لإطلاق نار مجهول المصدر في ذات اليوم ومقاطعة الحوثيين لاجتماعاته. وفيما يتعلق بملف الأسرى، فقد تأخر الحوثيون في تقديم ملاحظاتهم حول الأسماء المفرج عنها من قبلهم. الطغيان الكهنوتي الأحمق، تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره قناة بلقيس مضيفا: الحوثيون هم الذين ظلوا يمانعون ويماطلون بأردية كانت تخفي حقيقة موقفهم الممانع من التحول من جماعة كهنوتية تشكلت بدوافع ثأرية لما اعتبرته حقها السلالي في الحكم إلى العمل السياسي. ويوم قبلت المشاركة في الحوار السياسي لم يكن ذلك إذانا بانتقال سياسي حقيقي، بقدر ما كان محطة تستكمل فيها الإعداد لإطلاق مشروعها اللئيم الذي أغرقت بسببه اليمن في هذه المأساة، وهو ما أثبتته وقائع الحياة بعد ذلك بالملموس. أن تتحول هذه الجماعة إلى العمل السياسي مسألة تتناقض موضوعياً مع طبيعتها ومع بنيتها الاجتماعية والفكرية التي ترفض شراكة الآخر في العمل السياسي. لماذا؟ لأن العمل السياسي ينتج في الواقع شرعية الحكم الذي يرتضيه الناس، وهم لا يرون أن أحداً سواهم جدير بالحكم من منظور متجذر في بنية فكرية كهنوتية تجرم كل من يتنازل عن هذا الفهم. جماعة الحوثي تعتبر نفسها سدنة هذا الفهم الذي يرون أن دونه تدمير اليمن بأكمله. ترى ما الذي يجعل الحوثيين اليوم يفكرون بالتحول إلى العمل السياسي الذي يوفر شروط المواطنة التي تؤسس لدولة يمنية يتساوى فيها اليمنيون بنظام يحقق الحياة الكريمة لكل اليمنيين، ويتم تسوية الخلافات فيه بأدوات سياسية وقانونية
لا يبدو في الأفق أن مثل هذا التحول قد استكمل شروط تحققه في أرض الواقع، فالذين رفضوا العمل السياسي بالأمس لم تكن دوافعهم سياسية من ذلك النوع الذي يمكن أن يحمل بأدوات سياسية. كانت دوافعهم تستمد من طغيان كهنوتي أحمق، كان ولا يزال القوة التي تحركهم بعيداً عن كل الدعوات للعودة إلى العمل السياسي. لغة جديدة في عدن يتعامل بها أصحاب العقارات ويفهمونها جيداً، وهي وفقاً لموقع المشاهد نت العملة الصعبة لغة المؤجرين في عدن. وقال الموقع إن الحرب فاقمت من أزمة السكن في المناطق الآمنة نسبياً وأدت إلى ارتفاع خيالي في أسعار الإيجارات بنسب تجاوزت 500% في بعض تلك المناطق، في ظل استمرار القتال وارتفاع عدد النازحين إلى أكثر من 3 ملايين نازح. والجنون الذي طال أسعار الإيجارات في عدن لا يرتبط بالعلاقة النسبية بين العرض والطلب فحسب، بل هو أشبه بباب جديد من أبواب تجارة الحرب. يضيف الموقع أن الأسر التي انتقلت إلى المحافظات الآمنة نسبيا باتت مضطرة إلى دفع بند مضاعف من بنود فاتورة الأمان الباهظة، وهو بند الإيجار. ويصر أغلب المؤجرين وأصحاب العقارات على التعامل بالعملات الأجنبية كمعيار لتأجير مسكنهم، في واحد من أبرز التطورات الخطيرة التي لم يسبق لمدينة عدن أن عرفتها طيلة السنوات القليلة الماضية. ويقول رضوان خالد أحد النازحين من الحديدة إن القادمين من الحديدة وشبوة ولحج والضالع وغيرها من المناطق التي طالتها الحرب يعانون من ارتفاع خيالي بإيجارات المساكن. يلاحظ الزائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019 حضورا لافتا للكتاب اليمني، وخاصة في المجال الأدبي شعرا وسردا، خلافا لما كان متوقعا بسبب الظروف التي يشهدها اليمن. وعنون موقع الصحوة نت: الكتاب اليمني يسجل حضورا ملحوظا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن بين 170 دار نشر أجنبية تشارك 3 دور نشر يمنية في المعرض، حيث شاركت كل من وزارة الثقافة ومكتبة خالد بن الوليد ومؤسسة أروقة بما يزيد على 2000 عنوان في مختلف العلوم والفنون، كما أن دور نشر مصرية وعربية أتاحت في أجنحتها حيزا للكتاب اليمني كالهيئة العامة المصرية للكتاب ومكتبة مدبولي وقصور الثقافة وغيرها. يشارك في المعرض 35 دولة، منها 10 دول أفريقية و16 دولة من آسيا و7 دول أوروبية. بات درس بريكست ماثلا أمام جميع الحركات الشعبوية في أوروبا التي ترفع شعار الخروج من الاتحاد الأوروبي. هكذا بدأ بشير البكر مقاله في العرب الجديد متحدثا عن درس هام يفترض وصوله إلى كل الحركات الشعبوية التي لا تحسب المخاطر ولا تدرك الأخطار. وأضاف البكر: ها هي بريطانيا تعيش متاهة شكسبيرية، لا هي قادرة على تأمين اتفاق مرض للخروج من أوروبا، وليس في وسعها البقاء بشروط الأوروبيين. هذه هي نتيجة عامين من التفاوض التي تم تضمينها في اتفاق رفضه البرلمان البريطاني قبل أيام بغالبية كبيرة، من دون أن تكون أمام حكومة تريزا ماي خيارات غير تمديد العمل بالمادة 50 من اتفاقية لشبونة. من أجل تأمين الخروج المقرر رسمياً في 29 مارس آذار المقبل والبقاء في الاتحاد على أقل تقدير حتى نهاية العام الجاري للتفاوض من جديد على اتفاق معدل، ومن يعود إلى بداية المفاوضات بين الوفد الأوروبي بقيادة الفرنسي ميشيل بارني والحكومة البريطانية، تجد أن النتائج ليست بعيدة عن المقدمات. ومنذ اليوم الذي نجح فيه الاستفتاء استعد الأوروبيون من أجل جعل طريق بريطانيا عسيراً، على عكس ما صوره الشعبويون البريطانيون مفروشاً بالورد. وكان الشرط الأول للبدء بالمفاوضات أن تتحمل بريطانيا فاتورة جزئية باهظة تقدر ما بين 50 و60 مليار جنيه استرليني، والأمر الثاني أن تخرج من الاتحاد الأوروبي بصورة نهائية، وهو ما يتنافى مع ما روجه بوريس جونسون أن بريطانيا سوف تتوصل مع الأوروبيين إلى اتفاق جمركي يصب في صالحها. وتبين اليوم أن هذه النقطة تشكل أكبر لغم في الاتفاق بالنظر إلى العلاقة بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. ويكمن مأزق لندن هنا، إذ قبلت بالحدود الجمركية الأوروبية، فإنها بذلك تعرض اتفاق الجمعية العظيمة لضرر كبير وترتب مخاطر على وحدة حزب المحافظين.
هنا من يقول في لندن أن بارنيه الذي كان وزير خارجية الرئيس الأسبق جاك شيراك هو الذي هندس الاتفاق مع بريطانيا وعمل على زرع لغم في كل فقرة من فقراته كي ينفجر في طريق بريطانيا، وأراد من خلاله أن يعطي درساً لجميع الذين يرفعون شعارات شعبوية في أوروبا للخروج من الاتحاد، وهذا ما بات واضحاً بقوة. يمكن اعتبار الخبر التالي هو أكثر الأخبار إثارة للحيرة، فلا تدري كيف تتعامل مع نوع من هكذا أخبار، وكيف ينظر العالم إلى موطنك الذي يعيش حربا بفعل مجموعة امتلكت سلاحا وأرادت أن تحكم بالقوة. وحقا عندما لا تساعد نفسك لن يساعدك العالم. ينص الخبر على اجتماع أكثر من 200 شخص في فرنسا في حفل لصالح أطفال اليمن، وحين قرروا مساعدة الأطفال اليمنيين جمعوا مبلغا نقديا زهيدا. وفقا لصحيفة لوتليغرامي الفرنسية، منظمة باتروناج لايك تسلم مبلغ 960 يورو إلى اليونيسيف من أجل أطفال اليمن. قالت الصحيفة التي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس إن رئيس منظمة باتروناج لايك جانيف لوداف قدم شيكا بمبلغ 960 يورو إلى ألين تاسين رئيسة مكتب اليونيسيف في مدينة فينستر الفرنسية، والمبلغ عبارة عن أرباح التبرعات التي قدمها 200 شخص حضروا الحفل الخيري الذي تم لصالح الأطفال اليمنيين من جوقة كافال وموليديسمو في حي هيفينيك يوم الأحد في السادس عشر من ديسمبر. وقد أعلن ممثل الجمعية الإنسانية أنه يمكن توفير الرعاية المناسبة في اليمن للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال دون سن الخامسة من خلال اللقاحات وما إلى ذلك. وستتاح المرافق الصحية ومياه الشرب للأشخاص الذين يعيشون في المنطقة التي تم الإعلان فيها عن تفشي الكوليرا، وسيتم تسليم المواد الدراسية حتى يتمكن الشباب من استئناف دراستهم. علقت الأمم المتحدة على نشوب حريق في مطاحن البحر الأحمر بمحافظة الحديدة غربي اليمن. وفقا لصحيفة العرب الجديد، الأمم المتحدة حريق مطاحن الحديدة ضربة لملايين الجياع باليمن. وأفادت تقارير أن قذائف هاون سقطت على مطاحن الغلال في الحديدة بعد اشتعال النيران في عدد منها. وقال البيان إن التقارير تشير إلى أن حريقا شب في مطاحن البحر الأحمر الواقعة على المشارف الشرقية لمدينة الحديدة، ما ألحق أضرارا من الصوامع، وأشار إلى أنه يجري العمل على تأكيد الظروف التي أدت إلى نشوب هذا الحريق، مضيفا يبدو أن الحريق وقع نتيجة لإطلاق قذائف الهاون. ولفت إلى أن لدى البرنامج الأغذية العالمي حاليا 51 ألف طن متري من القمح مخزنة في مطاحن البحر الأحمر، وهو ربع مخزون القمح في البلد، ما يكفي لإطعام أكثر من 3 ملايين شخص لمدة شهر. لما تصبح الإشاعة خبرا، تحت هذا العنوان كتب عبد النور بن عنتر مقاله في صحيفة العرب الجديد مضيفا: هل أصبحت الإشاعة خبرا في زمننا؟ ولنحدد المفهومين لرفع كل لبس محتمل، ويمكن أن نميز بينهما. الخبر كلما زاد انتشارا وابتعد زمنيا عن الحدث المعني زادت دقته حدثية، بمعنى زاد صحة ومضمونا من حيث السياق الحدثي. على النقيض من ذلك، الإشاعة كلما انتشرت فقدت من دقتها الحدثية، لأن غياب مصدر حقيقي للحدث الواقعة يسمح لكل الوسائط الوسطاء المتدخلين في نشر الإشاعة عن قصد أو غير قصد بتعديل حيثياتها ومضامينها. وليس من المبالغة القول إن الحكومات ووسائل الإعلام الرصينة التقليدية والرقمية فشلت في مواجهة ظاهرة الأخبار الكاذبة، وذلك لعدة أسباب. أولاً، يعود فشل الحكومات إلى أن المواطن لم يعد يثق فيها ويتهمها بالغموض وعدم الشفافية. ثانياً، بعض الحكومات الشعبوية في أوروبا وحكومة ترامب في أمريكا منخرطة في حملات الأخطاء الكاذبة التي تنتشر بسرعة البرق. ثالثاً، ليس الإعلام الرصين المحترف التقليدي منه والرقمي بريئاً تماماً، فهو يعبر عن مواقف معينة على الرغم من احترافيته. رابعاً، الأكثر اطلاعاً وتأثراً بالأخبار الكاذبة هم الأكثر إيماناً بفكرة المؤامرة والأكثر استعمالاً لشبكات التواصل الاجتماعي. خامساً، يقتضي دحض الأخبار الكاذبة وضع العنصر محل الخبر في سياقه الإخباري العام بالعودة إلى مصدره وحيثياته وظروفه. قد يرى أنصار التسلطية العربية وحماتها أنها في منأى عن الأخبار الكاذبة تحديداً لأنها تسلطية،
ويتشفون في الديمقراطية الغربية. ولكن أذكر هؤلاء بأن أول مفردة في الأخبار الكاذبة هي الأخبار أو الخبر، والذي هو مغيب في الديار العربية بسبب السلوكيات والقوانين المعنية والرقابية للأنظمة الحاكمة. فالحكومات الغربية تسن قوانين لحماية الخبر وحريته والحق فيه والمنظومة الديمقراطية عموماً، بينما تعمل تشريعات التسلطية العربية على منع الخبر الحر والموضوعي وجعل الخبر الرسمي بمثابة خبر منزل ما دام مصوغ السلطة الحاكمة هو طاعة أولي الأمر. الفضاء مصدر دائم لتطلعات البشر منذ البداية، ويبدو أن هذه التطلعات لن تتوقف. فوفقا لصحيفة الحياة اللندنية، أوروبا تدرس تسيير رحلة إلى القمر سنة 2025. وقالت الصحيفة أبرمت وكالة الفضاء الأوروبية عقدا مع مجموعة أريان جروبو بهدف دراسة احتمال التوجه إلى القمر قبل 2025، ما يشكل سابقة لأوروبا. وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة المتخصصة في الصناعات الفضائية أندريه أوبيير: أنا مقتنع بأن غزو الفضاء أمر لازم لمستقبل البشرية عموما، على أوروبا أن تحفظ مكانها في هذا المجال. أوضح مدير قسم الاستكشاف البشري والروبوتات في وكالة الفضاء الأوروبية ديفيد باركر في تصريحات أن هذه الدراسة جزء من خطة شاملة للوكالة لجعل أوروبا شريكا أساسيا على مستوى العالم في مجال استكشاف الفضاء خلال العقد المقبل. وتابع قائلا: استخدام موارد الفضاء قد يكون مفتاحا اكتشاف الدائم للقمر. يستعد مئات الملايين من الناس في الصين لأخذ إجازة من العمل والتوجه لرؤية أسرهم في السنة القمرية الجديدة، لكن عددا من الموظفات المحظوظات سيحصلن أيضا على 8 أيام عطلة إضافية إن توفرت فيهن الشروط التالية: أن تكون عزباء وفي منتصف الثلاثينيات من عمرها. والهدف كما تقول البي بي سي من وراء هذه العطلة الإضافية العثور على الشريك. وأفادت الأنباء أن شركتين شرقي الصين ستمنحان الموظفات اللواتي لا يقمن بالأدوار الرئيسية في العمل إجازة عاطفية تستمر 8 أيام إضافة إلى عطلة رأس السنة. وبذلك تحذو الشركتان حذو مدرسة في المدينة منحت المتعلمات غير المتزوجات ما أسمته إجازة الحب. وتقول الصحيفة: استمرت الضغوط على النساء كي يتزوجن، فالحكومة الصينية تشعر بالقلق إزاء شيخوخة السكان ونقص القوى العاملة. وتشير الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إلى أن عدد سكان البلاد قد ينكمش من حوالي 1.4 مليار حاليا إلى 1.2 مليار خلال 50 سنة القادمة. يقول هوانج لي وهو مدير موارد بشرية لموقع زيجيانغ: بعض الموظفات ليس لديهن اتصال كبير بالعالم الخارجي، لذا نأمل أننا من خلال إعطائهن مزيدا من الإجازات أن يصبح لديهن الوقت والفرصة للتعرف على رجال. صور تظهر استعدادات الجنود لاستعراض عيد الجمهورية المرموق في القصر الرئاسي والذي يصادف يومنا هذا في نيودلهي الهند، كما نشرتها صحيفة الجارديان، نتابعها في جولتنا المصورة. وماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع.
وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.